فيهاش كلام. دونك باش نحكيو في عبر ولا نبر على موضوع الشراء والبيع الالكتروني على لي ريزو سوسيو وسائل التواصل الاجتماعي أيه. والانترنت اللي الحقيقه جاتنا برشا تشكيات من عند الناس اللي يقول لك نشري حاجه تطلع ماهيش نفسها اللي تم عرضها ومعناها وتصور وكل أيه. حاجه أيه. والبرودوي يطلع حاجه اخرى فما شكون حتى يعطي فلوس ويخلص وما توصلش حتى شيء يعني ما يوصلوا حتى شيء كسوسوا لبسه ولا غيره. حبينا نعرفوا نحنا كيفاش نجموا نحميوا الناس ولا انا شخصيا نحب نحمي روحي كي باش نشري حاجه على الانترنت. تواصلنا مع الاستاذه هدى حميده المحاميه وهذا اللي قالته لنا. اولا ضروره الاقتناء من مواقع معروفه. وقت اللي المواطن يقتني من مواقع معروفه ومسجله لهنا يضمن حقه في استرجاع جميع حقوقه سواء عن طريق المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أو كذلك عن طريق التتبع المدني والجزائي عن طريق القضاء. من ناحية ثانية كضمان ماذا بينا وقت اللي نجيو نكومونديو أي منتوج وفي مرحلة التفاوض مع الأدمين وإلا مدير الصفحة هذه اللي أنت باش تكمنجي منها المنتوج تشترط عليه قبل ما تخلص أنك أنت تشوف المنتوج هذاك يا هل ترى مطابق وإلا غير مطابق للي أنت شفته عبر الويب. إذا البايع ديجا من قبل ما توصلك الكوموند ومن قبل ما أنت تخلص قبل بهالشرط هذايا على القليلة هوك هذايا ضمان في مرحلة التفاوض وانت مازلت تنيقوسي معاه تقبل بيه على القليلة تتهنى تقول أني مش ندفع فلوسي إلا ما نثبت. إذا ما قبلكش بيه دونك أنت في بالابين تفهم من هنا أنه فما زون روش أنت داخل فيها. من ناحية أخرى نجمو نعتمدو طريقة الدفع الإلكتروني. ديجا كيف أنت تاخو من موقع معروف وتدفع إلكترونيا مش كيف نقدا بتبيع حتى كي تتعرض من بعد لعملية تحيل راك أنت كي بشتشكي حقك لهنا مضمون. خليني نعطيكم بعض الأرقام ودير في آخر دراسات حسب آخر دراسات اللي قام بها المعهد الوطني للاستهلاك في 2018 فإنه 58% من مستخدمي الانترنت قاموا بالشراء عبر الانترنت في السوق المحلي في الأشهر 12 الأخرانيين. 78% أجروا عملية شراء واحدة على الأقل. المنتجات الأكثر شراء 43% أجهزة وإلكترونيات، 47% ملابس أحذية وجلد، 54% تذاكر سفر. حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة التجارة فقد بلغ عدد المواقع التجارية التابعة للمنصات الدفع أكثر من 1000 موقع ينشط لسنة 2023. بالنسبة للعالم قيمة التجارة الإلكترونية العالمية 6.3 تريليون دولار و80% من المستهلكين في العالم يفضلوا أنهم يشريوا عبر الإنترنت. ولا لطفي تشري من الإنترنت ولا لا؟ والله شريت من الإنترنت فيهم وعليهم، فيهم الحاجات اللي تجيك بيه في المواصفات اللي حاجتك بيهم وفيهم حاجات اللي تجيك ماهيش في المستوى. مثلا تبدا باش تاخذ صباط مثلا يجيك مكبوس برشا والا تحب ترجع يقول لك لا في التخديته ما عادش رجعوه لك ولا ما عادش يهزوا عليك بعد ما يبيعوا. فهذوما حاجات فيهم وعليهم. لازم واحد كما قالت المحاميه يرد باله يعرف منين يشري. بالنسبه للدنجري يشريوه من عند دنجري حومه. دنجري حومه هذاك في باز هذاك كل واحد لا انت لا في حوته يا لحمه حاجه زي لا حوته كابتن يا كابتن بيه يا مشاغب يا كابتن اكثر مني اكثر مني مشاغب الحقيقه سنه با با بس انا طومبي اصلا طومبو طومبو لا اكثر ولا اقل لا اكثر ولا اقل. هذه البيعان والشراء قد توصف في شكاره صدقني عباره عن قبل كيفاش كانوا يعرسوا ويخطبوا بالتصويره وتعرش عليها نار العرس كيف كيف والله هكا ولا هكا قبل في عاداتنا كان الخطابه والا زاد ما تعرفش عليه نهار العرس اي اكل خطابه جيب تصويره من التصويره ياخو اما هي تاخو الرجل وياخو المراه وبعدش انت انت وزهرك انت وزهرك انت وزهرك سيفري. قبل ما نحكي على البيع الالكتروني ما نحبش خليها في قلبي امس كيلو امس كيلو المدالينا متوسطة الحجم في عين زغوان ب 9800 اللي هي بيدها في سوق الزهرة ب 3000 قد ب 3000 في بالي شريت ميدالينا بالانترنت لا لا والله ما نهنش بالقلوب ولا بيه مرضت بيه السعر مرضت بيه مرضت بيه بالحق مرضت بيه واضح هودا لا لا بالله سامح خان كم بالنسبه لي تعمل ديراباج كيما تحب انت ومن بعد ترجع للموضوع كيما تحب انت خاطر بكري ما دخلتش وقعت في قلبي باهي بالنسبه للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني وكل شيء تشوف تصاور مزيانين خاطر فما ديزيفي
انا مره معناها كمندي تروبه جات ماهيش القماش هو اللي قالوا عليه ماهوش مش كيف ما شفتها بالكل مش كيف ما اخترتها بالكل. مرتين نشري ومره شري ديجا تحصلت وخلصت كل شيء وما لبستهاش ومره رجعتها له اوغوزمون قلت له خلينا نحل حريت شفتها مش هي بالكل رجعتها له. دونك انا ما عنديش فهم ثقه بالكل ما نشريش انا ما نشريش قرار ذا خديته ما نشريش عبي. دكتور تشري من الانترنت ولا لا؟ والله شو بليز عندي ولا مدولة شوف انا نشري من الانترنت اما كنت نشري داير المنصة تاع البيع هذي باش تخرج من تونس هذوكم هاوك كي يحط لك اوتنتيك ولا بوتيك اوفيسيال ما عندكش مشكل الحق. بار كونتر عندي مرتي انا مغرومه تشري حاجات حاجات كاين تاع دار موبل شوسور اون سي في افوار بصراحه صحيح بارك الله فيك بصراحة اون سي في افوار معناتها مش معناتها كان تمشي انت تشري من عرش من عند نجار ولا من عند مساحة عامة تشوف خير من هكيك خاطر ديما الفينيسيون فيها مشكل هاو الساق ناقص سانتي هاو ماهيش مستوية هاو ديما فهم مشكلة في الفينيسيون. واضح نورز نكمل معك. دايوغ فما مشروع قانون تم اقتراحه من في مجلس النواب هو معناه يتمثل في ممارسة وإلا تنظيم ممارسة نشاط التجارة والتسويق الإلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي حسب ما هكا قريت عليه شوية إنه بشي ينظم بيان سور البيع والشراء على وسائل التواصل الاجتماعي وباش تكون فما زادة فرقة سامح كيما فرقة مكافحة الإجرام كذا دونك هذه باش تولي فما فرقة لمكافحة معناها التحيل وإلا معناها الناس اللي باش يتغشوا كي باش يشريوا حاجة على الانترنت. أما أنا من رأيي نحاولوا نقصوا شوية من البخل زادة. علاش البخل هذا؟ والله كنت نقولها هذا الكل بخل راه إيه معناها الناس اللي يحبوا يبداو قاعدين ينزلوا على الفلسه وتو يجي ليفغور الباب الدار فوالا يبداو يستنوا في حاجه الكسل. حاجه سهله معناها سهل كي باش تمشي انت تشري حاجه على عينك تقيسها انت كي تشوفها هكا في الفيترين وتقيسها وشوف وشوف تعجبك خلي عاد تستنى وتوصلك وشوف وشوف ديك امور تبشره ونور ما نلعبوش القماش تقول موبر كي تراك يبعثوا لك بعد تلقى حتى الميكلا زاد سماح ردوا بالنا خاطر بامال دوفان عادي وحاجة تطلع مش هي بيان سور مش مانيش باش نعمم اما تنجم انت تضرك فيها انت كنت ضحيه الحكايه هذه بيان سور غي كنت ضحيه دونك مانيش باش نعمم اما نردوا بالنا خاطر تضر في صحتك من بعد مشيت فيك ما عندك لا حتى شيء ماكله ولبسه ودول الحياه الكل والدنيا معناها عجبتني قبيله سماح شاد سماح احكيوا على البطاطا احكيوا على حسيتني عندها حانوت كيف تجي لطفي البطاطا بقداش الكيلو 3000 3400 واللي مخبية انا مشيت باش نشري بطاطا في بالي ب 19 مسعرة قلت له هذه البطاطا ذي الحلوة قال لي اي فمش بطاطا مش حلوة مش نجم تاع فريت نجم نعملها اي قال لي ما عندي كعيبات الداخل اما راهو الكيلو ب 3400 غسلوها بالجافيل البطاطا خمسة كعبات ب 4000 غسلوها بالجافيل وباعوها امور خضرة ما طلعتش على اساس اي بيان سور انا سبيسياليست مدلينة وبطاطا غسلوها بالجافيل تحكي على البطاطا ركزت على المدلينة باش بياضت وباش تباعت على اساس اني بطاطا نتاع فريت بسوم اغلى وهي تاع ماكله ليه وكل يقول لك مخبية وغلة مخبية وخضرة ما عادش تشري المسعر انساه راه كيما قلت لك نورز يتركنوا ويخبيوا ويبيعوا بالاسوام اللي يحبوا عليهم هما بالحق ما تخرجش علينا حرية الاسعار تحرر الاسعار حرية الاسعار تحرر الاسعار تاكسي وروح لا تحرر الاسعار ما يخرجش علينا يدخل علينا ما يخرجش علينا بالكل